في مثل هذا اليوم من شهر رمضان للسنة 16 هجريا، انتصر المسلمون في موقعة البويب في العراق. أرسل الفرس جيشا بقيادة مهران بن بازان، وعبر الجيش الجسر إلى موضع يسمى البويب، والتقى المسلمون معه في قتال عنيف كانوا بقيادة المثنى. في الحادي عشر من شهر رمضان سنة 624 هجريا، توفي تيموجين ابن ياسوكاي بهادر المعروف بجنكيز خان، مؤسس إمبراطورية المغول وواحد من أقصى الغزاة الذين نكب بهم تاريخ البشرية. وجنكيز خان كلمة تعني قاهر العالم أو ملك ملوك العالم أو القوي حسب الترجمات المختلفة للغة المغولية، واسمه الأصلي تيموجين، وكان رجلا سفاكا للدماء، كما كان قائدا عسكريا شديد البأس، وكانت له القدرة على تجميع الناس حوله. وبدأ في التوسع تدريجيا في المناطق المحيطة به، وسرعان ما اتسعت مملكته حتى بلغت حدودها من كوريا شرقا إلى حدود الدولة الخوارزمية الإسلامية غربا، ومن سهول سيبيريا شمالا إلى بحر الصين جنوبا. وقبل أن يتوفى جنكيز خان أوصى أن يكون خليفته هو أقطاي خان، وقسم إمبراطوريته إلى خانات بين أبنائه وأحفاده. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان سنة 986 هجريا، انتصر العثمانيون على الصفويين في معركة شماهي في القفقاز، وقد خسر الصفويون في هذه المعركة 15,000 قتيل. وجاءت هذه المعركة في إطار حروب طاحنة بين الجانبين للسيطرة على زعامة العالم الإسلامي. في الحادي عشر من شهر رمضان عام 129 هجريا، ظهرت دعوة بني العباس في خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني. وأبو مسلم هو إبراهيم أبو مسلم عبد الرحمن ابن مسلم، أصله فارسي، عرف بعدائه للأمويين، وانضم إلى الدعوة العباسية، واستطاع جمع الفلاحين والمؤيدين من الفرس حوله. لهذا تقرب منه أبو العباس السفاح الذي صار الخليفة العباسي الأول. كان أبو مسلم الخراساني في بداية الدولة العباسية مقربا من الخليفة العباسي الأول، لكن الخليفة الثاني أي أبا جعفر المنصور خشي من تعاظم قوته وكثرة مؤيديه، فدبر مؤامرة لقتله. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 655 هجريا، كتب القائد المغولي هولاكو رسالة إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله، يدعوه للاستسلام والخضوع والحضور لحضرته وإعلان ذلك. كان الخليفة ألعوبة بأيدي المماليك والسلاجقة الذين أصبحوا قواد عساكر. كان الجيش المغولي المهاجم من أكبر الجيوش المغولية عددا. طلب هولاكو من الخليفة من مركزه في همذان أن يستسلم له، لكنه أبى وحذر المغول من الهجوم لأن الله حفظه، ولكنه لم يكن مهيئا لمقاومة هذا الجيش الكبير، ولم يحصن أسوار بغداد. وليس هذا فحسب، بل أن الخليفة استفز هولاكو كما قيل، وكان مونكا خان قد أمر أخاه بعدم التعرض للخليفة إذا وافق الانصياع
للخانية المغولية.